طبعا حسان اللي بعرفها شيء قرية من قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، تقريبا عدد سكانها 7000 نسمة. بتتوسط مجموعة القرى، جميل، بعطيها يعني شوية حيوية يعني بتقصد موقعها الجغرافي. فيها خدمات من خلال تقدم لها خدمات من خلال المجلس القروي فقط. المؤسسات اللي عندنا، في عندنا هي مؤسسة المجلس القروي، في عندنا النادي الرياضي، في عندنا مجموعة مكاتب حكومية فتحت عندنا زي المركز للبريد، مركز للشؤون، في قريبا بيحكوا انه بده يفتح مركز او مكتب لوزارة الداخلية، في عندنا بنك في البلد. جميل، محلات تجارية ما شاء الله كثير. اي طبعا زي ما حكيت لك عشان تتوسط القرى وعلى الشارع الرئيسي جميع المحلات التجارية تقريبا في المنطقة هاي. حلو، انا راح ابدا علي، راح يعني راح اروح على احنا المدخل الثاني لحسان، خلينا نسم المدخل الغربي اللي هو مربوط مع الشارع الاستيطاني، هناك راح نحكي أكثر. بس كمان خلينا نعطي الناس هيك صورة، إذا أنتم شايفين منطقة هاي أقرب لكونها منطقة صناعية اللي هي المنطقة الغربية أكثر من حسان، أشبه بالمنطقة الصناعية، منشآت كثير تجارية. هاي عدد المنشآت يمكن شوي سبب أنه أنت بتشوف أعداد كبيرة من السيارات خصوصا يوم السبت. ليش هيك بتبين يوم السبت حسان؟ يعني حاس أنه فيها حياة وحركة كثير. دود اليوم اصلا اقل يوم بكون في حركه وحياه في الشارع هذا، عشان هو مربوط في الشارع الاستيطاني. في هنا محلات ازود شيء، مواد بناء، نجارين، حدادين، فبتكون في حركه عمال وشغلات زي هيك. طيب خليني اسال كمان جهاد اللي موجود معنا. جهاد، يعني اذا بنيجي بنطلع احنا على هذا المدخل الغربي لحسان، شو بتشعر انه او شو الانطباع اللي انتم في حسان بتشعروه عن هذا المدخل من ناحيه خدمات؟ هل شايفين انه الوضع كما يجب، الناس مرتاحه بما انه احنا وصلنا هذا الموقع؟ المنطقه هاي منطقه تجاريه وصناعيه، اغلب المحلات زي ما انت شايف اما مواد بناء او محلات حرفيه. في الفتره الاخيره يعني فتح عندنا كذا مطعم وكذا محلات تجاريه اخرى بحكم موقعها الجغرافي قريبة من الاستيطان، وفي نفس الوقت منطقة حيوية لأنها بتقع في منتصف كرة العرقوب. يعني ابن بتير بيجي هان، ابن واد فوكين بيجي هان، ابن نحلين بيجي هان، حتى ابن الجبعة اللي هو نوعا ما بعيد شوي بيجي هان. يعني احتياجات الكرة اللي حوالينا بتيجي بتاخذها من حسان بحكم موقعها في الوسط. الحمد لله عندنا مركز طبي خاص وفي مركز طبي حكومي عندنا. الخدمات هنا يعني من جميع الجوانب تقريبا اصبحت شبه متوفره، حتى يعني في الفتره الاخيره ايضا فتح محلات ملابس، يعني صرت يعني نوعا ما طلع بيت لحم صارت بنسبه اقل شوي لان كل احتياجاتك صارت هان، ما في داعي انك تروح على المدينه.